رائف يا نام، شو مفكر تجيب لوالدتك بعيد اليوم؟ والله سمعت عن هاي اللاية الهوائية، قالت صحية. عساس يعني صرت تعمل اكلات صحية. اوكي. طيب يا زلمة ليش ما تجيب بايز لايف؟ ليش بايز لايف ممكن نقدر نجيبه؟ البايز لايف تشربه قبل الاكل، والدتك تشربه قبل الاكل وانت. تمام. بغلف المعدة بطريقة طبيعية ومليان الياف وفيتامينات ومعادن، وشو ما حطيت في بطنك، اكلت سكريات، اكلت طبايخ، اكلت خبايس، الجسم ما بياخذ هذا الضرر، ما بيمتص هاي السكريات لانه الالياف غلفت جدار المعده. يعني فطور رمضان مثل ما هو راح يضل بالضبط، فطور رمضان زي ما هو، العزايم تنحرمش منها، بتدخلش بدايه قاسي، وما بيرتفع الانسولين بعد الاكل، فما بتدوخ بعد الفطور، وبتعرف تصلي التراويح وهي مركزه وهي صاحيه، بتضلها تدعي لك في كل ركعه في التراويح. بس يا برو نحن عائله، يعني يومين ثلاثه وعندنا عزيمه وعزيمه. هذا احسن شيء للعزايم، ولا قلايه هوائيه، يعني بدك تقلي البطاطا على القلايه الهوائيه. طب والخبايس الثانيه؟ طب الحلويات؟ طيب باقي الاكل، القطاير، القطر. البايوز لايف احسن شيء لانه بغلف المعده عن كل الخبائص هاي، وبعطي جسمك الفيتامينات اللي بحتاجها، وبسكت الشعور بالجوع تماما، فحيكون اقل رمضان في جوع. انت عارف لما الام تجوع بتعصب وبصير قلق في البيت، فعشان هيك عشان تضلها مروقه بتاخذ البايوز لايف، بتاخذ البايوز لايف انرجي ماتشا، بكون احسن رمضان في حياتك. والله بعرف غيرت لي رايي.